بلا ما نقولوا سميتك، بغيتك تعاود لي اللي قلتي لي دابا. دابا شي العيال صغارين قدي قدهم عندهم 12 عام بحالي، جابوا لنا المعجون وديك الشيء المخدرات في وسط القسم. يعني مشيت انا تشكيت الاستاذ، والاستاذ قال لي واحد الكلمه يعني ماشي تال تما، ودنا قلناها للمدير، والمدير تعصب ناض بدا كيغوت على الاستاذ وهذا، وحالف دابا فيا الاستاذ، ما عرفتش المعمول شنو غنعملوا معاه. واخا من غير الاستاذ حالف فيك، هضرنا على شكون اللي جاب لكم، بلا ما نقولوا السميات، هضرنا غير شكون اللي جاب لكم هذا المعجون. تلاميذ. تلاميذ. كيشريوها مين كيشريوها؟ من واحد اللي تيري حدانا. ها كيشريوها وكيفرقوها على التلاميذ وكيعطيوها لهم. واخا الحومه ديالك انت كتعرفي مثلا كتباع فيه شنو الانواع ديال المخدرات اللي كتباع فيه؟ ديك باسياس الغبره بزاف د الحاجات خايبين تما، ما كنعرفش المهم الاسماء ديالهم كاملين، المهم باسياس الغبره والمعجون وشي وحده كيقولوا لها عزيه كيخلطوا فيها المعجون. هذيك اغلبيه كل نهار كيشريوها التلاميذ، كل نهار. ما هذه مدرسه ابتدائيه؟ ابتدائيه. وهذا المعجون وهذا المخدرات اللي انت بغيتي انك تحاربها؟ بغيت نحاربها. ما عرفناش، خصني نتجمع معايا شي واحد باش نحارب حتى انا مع هاد الاطفال هادو، اللي خصني نحيد هاد الشيء هذا يعني من المغرب كامل، خصنا شي يبقى هاد الشيء هذا المنكر هذا اللي كيوقع. خصني شي من مدينه. هادي مدينه الفنيدق. مدينه الفنيدق وفيها هاد الشيء كيتباع بزاف. فيها بزاف، اغلبيه هنايا. اغلبيه هنا. وكيوصل حتى الاطفال ديال اقل من السن ديالك. كيوصل لهم اقل من السن مثلا اللي هما في الرابع اللي كيستعملوه. كيفاش كيدخلوا للقسم؟ بحال شي حماق كيجي وكيبقاو يضربوا الاساسيد، كيتهجموا عليهم، يعني ديك الحاله كتكون ما كيسمح لهمش يقراو فيها بشكل يعني حاله ماشي تال تما. شنو كطلب؟ لمن غتوجه النداء ديالك باش هادشي؟ كنوجه هادوك اللي كيبيعوها وهادوك التلاميذ اللي معانا وكياكلوهم والتلاميذ كاملين، احسن لهم يبعدوا على هادشي هذا، راه ماشي الصالح ديالهم ولا الصالح الامهات ديالهم ولا المؤسسات ديالهم ولا المجتمع، احسن يبعدوا من هذا الشيء كله. وكنتمنى اي واحد المسؤولين يحدي ولادهم وما عندنا ما نعملوا لهم، راه حنايا كنتمناو لهم كل الخير، ماشي كنبغيو لهم. لحقاش انا نوضت وشكيت الاستاذ غير على غير ماشي على المدرسه، على اي حاجه. انا استاذ كيسحب لي عيتفهمني عيضربهم ويغوت عليهم ويستدعي ولي امرهم، ولكن في الحقيقه ما استدعاش ولي امرهم ديالهم، ما عرفناش علاش ما استدعاهمش وما شرح لهم شي شنو يعملوا، وبزاف الحاجات خايبين كتوقع في مدينتنا. ما انت طرحتي واحد السؤال ما عرفتيش علاش، هذا هو السؤال اللي غيتطرح واللي غنطرحوه كاملين باش نحملوا المسؤوليه للاساتذه، نحملوا المسؤوليه للمدارس، نحملوا المسؤوليه ايضا للسلطات باش كاملين يعملوا يد في يد من اجل القضاء على هاد الافه ديال المخدرات، لانها كتضر بواحد الجيل اللي هو جيل المستقبل، لانه هو اللي غادي يقود الشعله ديال المغرب وهو اللي غيكون في يده المستقبل ديال المغرب. لذلك كنطلبوا جميع المسؤولين اللي تسمعوا لهاد الطفله انهم تضافروا الجهود ديالهم، وعيب كل العيب انه الشيء اللي قالته هاد الطفله انه يبقى في بلادنا ويبقى في مجتمعنا، لانه من الان كندقوا ناقوس الخطر مني وصلت هذه المخدرات حتى الاطفال ديالنا، فالمسؤوليه لكم المسؤولين، بالضرب بيد من حديد على كل من بغى يتلاعب بالاطفال ديالنا، ولكل من بغى يتلاعب بالامل ديالنا، ولكل من بغى يتلاعب بهذه الفئه اللي احنا كنعولوا عليها كاملين. شكرا جزيلا.